ومعنا ضيفنا الأول المستشار المالي الدكتور غسان شماس. صباح الخير. صباح. والحمد لله على السلامة. صرنا بدنا نقول لكل ال يصبر العالم والوسيع. أمين يا رب. بدنا نحكي عن الموضوع الاقتصاد. أوكي، عنا عطل تقني بالصوت، بريك صغير ومنتابع. يومين مروا على اليوم المشؤوم، وبيروت بعد عم تبكي، وبعدهم اللبنانيين ناطرين يوم المحاسبة. الجديد رح تفتح ملفاتها لتحكي عن فرضية ماذا لو إسرائيل وراء التفجير مع فراس حطوم. رح تحكي عن المسؤولية السياسية وشو نتائج هيك دمار بين السياسة وحياة الناس مع جاد غصن. وأخيرا إطلالة خاصة مع الوزراء السابقين وئام وهاب ومروان شربل، دكتور عمر نشابي والعميد الياس حنا ونادين الطيش من أبو ظبي. نرجع معكم مشاهدينا مباشرة على الهواء. منعتذر على عطل يعني بتصير أنتم في لبنان. نرجع منرحب بالمستشار المالي الدكتور غسان شماس. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم جميعا. بدنا نحكي عن وضعنا الاقتصادي. يعني هو قبل هيدا الانفجار وقبل هالمصيبة وقبل هالكارثة كان وضعنا الاقتصادي بالأرض، شاري on top الانفجار. يعني إذا بدنا ننسى الشق الإنساني، نتنسى بالأحرى للحظات ونحكي بير اقتصاد، نحن بدين كتير عالي، عنا ديون كتير عالية، الدولة مقفلسة، البنوك حاجزة على مصريات الناس، وهلأ خسائر المباشرة والغير المباشرة لأنه عندك شيء. طبعاً. قديش تقريباً اقتصادياً فينا نقدر الخسائر المباشرة على لبنان؟ هلأ يعني نحن خسائرنا بهالحادثة الفظيعة يلي صارت، أنا قدرتها ب 15 مليار دولار بين إعادة أعمار البور والبلد ما تهدم أو ما تصدع، وبين يعني إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد بالمطارح يلي انصابت فيها، وممكن تتخطى هالشيء. وهذا مشكلته هالخسارة هاي، إن هاي خسارة بدها تصليح سريع. في خسارات فيك تمديها على 10 سنين وعلى 5 سنين، مثل مثلا خسارة مصرف لبنان. فينا نعمل لها 10 سنين على 15 سنة نرجع نعوضها. هيك نوع من قصص، غير طبعا خسائر الشخصية وبالأرواح والجرح اللي أنا بتوجه لجميع الأهالي بمواساتي الخاصة، يعني بشد على إيدهم وبعزيهم. بقى هاي سريعة أسد، يعني ما فينا ننطر. فهيدا حجم هالكارثة الفظيع، غير خسارة بالأرواح وبال. طب معقولة ببلد مثل لبنان الاحتياط تبعه عم بيقل، ما في سيولة، ما في عملة أجنبية، ما في يقدر ينفذ هالشي على الأرض، ولا حلم؟ لا ولا لا. هلا الحل أو إعادة الأعمار ذات شقين. في شق بلشنا نشوفه وهلأ هيدا منربطه بيه، ليش عبيوطى الدولار. عم بيوصل نوعين من الإعانات السريعة على لبنان، عم بيوصل من أهالي العالم يلي عم بيبعتله بالوسترن يونيون أو مع حدا، نحن طبعا سمينا اسم، يعني بواسطة التحاويل الإلكترونية. وفي كمان مساعدات عينية، واحد واثنين مادية، عم توصل بسرعة. قدرت امبارح انه اوريدي وصلنا تقريبا 150 مليون دولار كاش من عدة مطارح. هيدا من ميل، هيدا بيصلح الموضوع السريع يلي بيلم الانقاض، بيصلح الازاز، عرفتي. هلأ بيبقى الشقف الثاني الأطول، كيف شو بنعمل بالبور، شو بنعمل بالبيوت، شو بنعمل بالمباني كذا. هيدي بعتقد بدها تدخل مهم كتير من قبل الدولة ومن قبل الدول المانحة. دولة عن أي دولة عم تحكي دكتور؟ ما يعني ما الدولة ما مش قادرة تسميني بالنتيجة. الدولة هي مجموعة الشعب اللبناني، نحن الدولة. اليوم في دولة أو ما في حكومة، بفهم عليك 100%، وجعك مثل وجعي مثل ألم العالم كله، بس بالنتيجة يعني نحن لو ما في دول مانحة، دول مستعدة تقدم مساعدات لوحدنا، ما فينا نقوم.
فينا نقوم بس مش بسرعة. أوكي. فينا نقوم مش بسرعة. الدول المانحة بتسرع مشروع انه نحن نقلع بسرعة. وهن عندهم مصلحة ان نحن نوقف عجلنا، ونحن كمان مصلحتنا اكبر من مصلحتهم طبعا. طيب ليش الدولار عم ينزل؟ كنت عم تحكينا عن الدولار، ليه الدولار عم ينزل؟ الدولار خلونا نتفق على شغلة قلتها بعدة محلات بعدة مطارح وكتبت عنها. الدولار ما ممكن انه يتأثر او ما ممكن انه يتثبت سعره بقرار، بتعميم، ببيان، بأمر، ما بيصير. الدولار عرض وطلب، عرض وطلب، بشح الدولار بالسوق بيعلى سعره. أوكي. بيزيد الدولار بيوطى سعره. يعني 150 مليون دولار عملت هالشي نزلته هي. أوقات 5 مليون تعمل هالشي. إيه؟ مصرف طبعا، مصرف لبنان وقت بيتدخل كان بأيام العز. وقت كان يتدخل شاريا أم بائعا، أنا عم شوفه عم بيتدخل شاريا بنيام أكثر من بائعا، بس هذا طبعا موضوع تاني. ايه بيعمل اكتر من هيك، يعني انت عندك 4-5 مليون دولار بالنهار اذا تدخل فيهم المصرف لبنان، او اذا وصلوا بالنهار، او 6 مليون دولار بنهار معين، ايه بيثبتوا سعر الصرف طبعا. طب معقول قديش يعني للألف وخمسة حلم مش رح نرجع له؟ شو هو الدولار؟ ولا منرجع له؟ لا حلم. طيب هو كان حلم من 10 سنين انه 1505 1505 من 10 سنين كان سراب. ليش كان سراب؟ طبعا لانه كان سعر وهمي عم نثبته بالدين. من 10 سنين حنعرفين هذا مش السعر. قد ايه السعر اللي مفروض يكون انت برايك يعني اقتصاديا اذا بتدرسوها؟ اي طبعا في شو الفاليو تبع في عده طرق. هلا في شيء بسموه convexity، يعني شغله كثير ملبكه، في نون لينياريتي، يعني في مش انه بيزيد معه بنفس الحجم. يعني يمكن لو بايام العاده قدرنا نعمل شيء من الاشياء يمكن 2.2، يعني مرتين فاصلة 2 سعر الصرف العادي، يعني تقريبا شيء 4000 3700 3800 كانت بوقتها ممكن تريح الدوله وتريح مصرف لبنان انها تبلش تخفف مش خسارتها بل قبل تخفف انكشافها على البنوك، لان هي نحن مشكلتنا الكبيره. مصرف لبنان انكشف على البنوك تقريبا ب 140 150 مليار دولار ما معه يرد له اياهم. طيب يعني الاستيميتد فاليو تبع الدولار هلا مفروض تكون ب 3700؟ لا، هيدي استيميتد فاليو قبل الازمه، قبل ما نحن اعلنا. نحن عملنا ثلاث اشياء. اوكي. نحن اولا اعلنا التعثر ديفولت. اوكي. ب 7 مارس. هيدي بدها بحث. اثنين، نحن من وقتها لهلا ما عملنا كابيتال كنترول، يعني وطيت قيمه الودائع تقريبا 43 مليار دولار، خفت قيمه الودائع لانه العالم حاولت طبعا ما بتقدر تسحب دولار. صار يبيعوا او يشتروا ريل استيت ليسكروا ديون. وثلاثه واللي هو الاهم، صار في عندي نسبه تعثر عاليه عند اللي مدينين من البنوك، يلي كانوا تجزئه، يلي شاري سيارة أو بيت أو شو عرفني أو الشركات. هلأ ما بقى فينا نحكي مثل الأول، تغير الوضع. يعني حتى ما في 4000 أكتر؟ لا أنا ما بقدر أجزم، يعني إذا بجزم كون لا، بس صعبة إن نقدر إن نثبت سعر الصرف. أنا بفضل سعر الصرف يثبت على شيء من إنه يجي يقول بدي ثبته على 4000، لأنه وقت أنا بدي ثبت على 4 أو على 3، عم بقول 4 هي أو 2 أو 10 أو 9، موضوع وقت بخليه يوصل لمرحلته الطبيعية بسموها steady state natural steady state ونثبته هوني. كيف ساعتها منثبته؟ بيتدخل المصرف المركزي، بنحط بعض القوانين المعينة يلي ما بتخلي هجر الهدر طبعا، وما بتخلي دولار يطلع لبرا ودولار يفوت لجوا، لأنه بالنتيجة الهدر عنا والفساد بلبنان كله بالنتيجة عم بيترجم على الدولار. لأنه وقت نحن كنا نشتغل بالليرة، نحن ما كنا عم نشتغل بالليرة، عم نشتغل بجزء من دولار، كنا عم نشتغل بكذا سنت من دولار، لأنه وقت نروح نحط الديبو بالبنك مليار ليرة ونقول للبنك حوليهم دولار، كان التحويل ورقي، تحويل كتابي دفتري، ما كان تحويل فيزيكال، ما في كان بنك نوت. نحن هاي المشكلة اللي نحن واقعين فيه اليوم مدام ست كارين، نحن ما عمره من 7 شو اسمه تشرين، هذا عمره 5 سنين. ليش نحن من سنة أو من سنة ونص كان بيقدر مصرف لبنان يرد المصاري للبنوك اللي محطوطة عندهم؟ طيب ممكن يعني هلأ نحن المصارف حاجزة على ودائع الناس،
ما عم بفيك تسحب، مصرياتك محجوزين، يعني نحن إذا بدك مكبلين من جميع النواحي، يعني لا إذا بدك تصرف لتعمر بيتك هلأ اللي تهدم فيك، حتى طبعا. لو أنت قادر مادياً أنك تعمر، يعني كل شهر بيطلع لك لوحة إزاز. مزبوط. ولا إذا بدك تسافر، لا إذا بدك تسافر، إذا أنا هلأ مثلاً شخص بده يحمل حلو ويفل، بده يأخذ لك عائلته ويفل، مش قادر، يعني مزروبين نحن، لأمتين المصارف أنت بالدراسة تبعيتك، لأمتين المصارف رح تضل هالقد حابسة على مصريات العالم. أنا بس بتحفظ على كلمة حجز، لأنه هذا تيرم قانوني، ما صار عملية حجز، في أنه المصارف ما معها تدفع، لأنه وقت أنا بحجز على غرض لك، يعني أنا ما إياه ما بدي أعطيك إياه، أنا مش عم بدافع عن المصارف، عم بوصف الحالي، أنا عندي موقف واضح من هالموضوع. في ناس عم تشلح مسؤولية على ناس. المصرف بتروحي لعنده بقول لك أنا مصرياتك حطيته بمصرف لبنان، روحي شوفي مصرف لبنان أو شوفي الدولة. ما بيصير، أنا حطيت مصاريي بالبنك، البنك مسؤول إنه يرد لي إياهم، البنك مفروض يعمل خطط، أحد هيدي الخطط يجي إلنا. أنا بقدر رد لكم مصرياتكم بظرف 10 سنين، بظرف 9 سنين، بس مش بهالطريقة هي. يلي اليوم عم يصير هالكابيتال كنترول الاستنسابي، يلي في ناس تاخد 500 دولار بالشهر بالجمعة، في ناس تاخد 3000 دولار بالشهر، في ناس بنحولها، في ناس ما بيصير. بلس وين مصرف لبنان وتعاميمه؟ أنا بدعي حكي مصرف لبنان يلي دايما كي يطلع، هلأ طلع التعميم مؤخرا 152 وقت سمح لشركات التحويل الإلكترونية تعطي العالم مصاري كاش. طب حدا بيطلع بيقول إنه يا عمي يلي بيته على القليلة متضرر يفرجوله عن جزء من مصريته ولو بالليرة اللبناني، ليش 500 دولار كل جمعة؟ طب إذا أنا بيتي متضرر وبدي 30 مليون ليرة، أعطوني هون من مصرياتي، أنا ما بديكم تعطوا. هلأ شو قالوا؟ قالوا آها لا يولا حلي، قالوا مندين على 0%، مندين على 0%. طيب أنا بقدر أكد لك، بقدر أكد لك يعني إذا اضطرينا بالأسامي، بعرف أكثر من شخص نزلوا على البنك وبنوك جدا معروفة مهمة بلبنان، قالوا لهم بدي 20 مليون 30 مليون، هيدا الدوفي، هيدا البيت، هيدا الصور. قالوا مزبوط، بعد ما عندي آلية. دائما البنوك تتستر وراء الآلية. شو يعني آلية؟ انه انا اذا على الكمبيوتر بدي اعطيك دين ب 30 مليون يا جماعه، ما بدي آلية، اعطوا العالم مصرياتها، خلوا العالم تقدر تتيسر وتنستر. منيح اللي ما في شتي، شو كنا عملنا؟ ما حدا سألان. هيدا شيء ما بيصير، هيدا ظلم، ما في اصعب من الظلم. طيب البنوك عم بتقول لك مصرياتك بمصرف لبنان. نعم. أوكي؟ طيب. نعم. بس أنت يا بنك يا حبيبي يا قلبي، دينت مصرف لبنان وأنت عارفه مكسور. لا لا. لا. تقنياً الكلمة مش مزبوطة، مش مكسور لسببين. أولاً الدولة ما بتنكسر، اللي بينكسر إن الأفراد أو الشركات. لا الكلمة هي إنك أنت يا بنك، يعني أنا مش لا 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 أنت موجود هون لأنه هيدا تعديلاً عجلي. أنت يا بنك، وأنا هيدا طبعاً موقفي، يعني بتبنى هالموقف، أنت يا بنك أو يا بنوك ضليتوا تمولوا الدولة من خلال مصرف لبنان مع علمكم المسبق والأكيد إنه الدولة ما رح تقدر ترد. صح. إذن كيف ركب السيستم؟ بسيطة، نعمل ما يسمى بيراميد سكيم أو بونزي سكيم بس على الفوائد. بقى نحن حتى هالعجلة تضل عم تبرم، أنا باخد منك، أنا بنك باخد منك وديع، بعطي لمصرف لبنان، بدي أرجع أرد، بدي مصاري فريش، ما يسمى فريش، ما موجودة بالعالم هالكونسبت إلا بلبنان. لبنان ملك اختراع عن جد الكونسبت الجديدة اللي بينكتب عنها. شو بعمل أنا؟ بجي بقول لا زدنا الفايدة، انت كنت عم تاخذ 11%، لا هلا صاروا 12، لا طلعت وصلنا عم نعطي. طب يعني عارف، يعني البنوك عارفه، البنوك ليش عم تحملني مسؤوليه؟ انا اخطات بشغلتين، واحد عارفه مسبقا انه الدوله ما بتقدر بواسطه مصرف لبنان ترد لها اللي دينتها اياه، ما يسمى الودائع بمصرف لبنان، الا ما ترفع الفوائد مشان الاستقطاب
نقود جديدة بالدولار من برا، واحد واثنين واللي هو أقوى من الأول، لأن الأول ممكن يقول تحليل، يمكن حدا يقول لك لا بتجينا سنة سياحية فظيعة من عوم من علي الجي دي بي، في أخذوا عطا بيعلى سعر الذهب مثلا هلا 2040 في أخذوا. أما الثانية اللي ما في أخذوا عطا هي إنه كيف سمحتوا تعملوا نسبة تركيز concentration level، نسبة تركيز باستثماراتكم مع شخص واحد أو مؤسسة واحدة باسمها الدولة اللبنانية 75% تقريبا من كل شيء معكم طمع. بكل القطاع طبعا، لأنه طمع. هين أكثر من الطمع، أكثر من الطمع بيقول لك أنا عم باخد 13-12% مستريح، ليش بدي أعطي العالم؟ بعطي 30-40 مليار فارشين نحن بالسوق البنوك، خلص هيك ماشي الحال، أنا باخد 13-14 الكل مبسوط وماشي الحال والعجلة ماشي، لكن الفوائد تتزايد. ونحن عندنا فينومين بلبنان وكتبنا عنه، تتزايد الفوائد على الدولار بعكس ما عم يصير برات لبنان بالعالم، كان عم تزيد عم تنقص الفايدة برا، احنا عم نزيد. طب بما انك جبت سيرة الذهب بدي اسألك، ليه الذهب عم يعلى هالقد بشكل جنوني؟ عليه طلب دايما، يعني في واحد يقول بكل رواق، هلا طبعا رح اقول لك شو عم يصير بالذهب، بس يعلى سعر سلعة في شغلتين بدنا ننتبه لها، هل علي بس على الدولار؟ يعني إذا أنا على اليورو ضل ستيبل على الدولار لا، علي معناتها الدولار وطي سعره بس. أوكي. لا مش هيدا اللي بالعالم مش بلبنان. أوكي. لا في طلب بعد جائحة الكوفيد بكل العالم على الذهب، لأنه اعتبروا أنه ما يسمى بالفاينانس سيف هيفن. أولاً بقدر أنا احتفظ بمصريتي بالذهب، بيزيد سعر الذهب، انا ما عم بشتغل، انا شركاتي واقفه وات ايفر برات لبنان، برات العالم. بقى هيدا سبب سعر ارتفاع سعر الذهب، وصل لليفل فظيع، يعني وصل ل 2047 2052 يلي هو كان ليفل فظيع وعالي، مرجح انه يوطى يعني يرجع، ما بيضل يعلى بهالشكل. بس بتشوف الذهب باخر 50-60 سنة علي جد، أو لا خلينا نقول 30 سنة، لأنه قبل كان في موضوع وصار الأنباجينج بالسبعينات، اعتبره من التسعينات لليوم ذهب عم بيعلى دائما، بيعلى ويوطى بيعلى ويوطى. بس يعني الناس اللي بتشتري ذهب بيكون معها صح؟ إيه ولا، لأنه الذهب عنده مشكلة، شو وين بنقله وين بحطه وين بخبيه، بتاخديه سيرتيفيكيت أخدت ريسك البنك العطاقية، ما في سعادة كاملة. رايت هلا انت ان شاء الله معك مليونين دولار، طيب حطيهم ذهب لانجو بالبيت، ما بتقعدي تنامي، وين بتحطيهم؟ بالخزنه، بتنامي حد الخزنه، طيب بدنا نروح بنحمل ذهب وبنمشي، ما بتزبط. باخذ سيرتيفيكيت منين؟ من لبنان انسي، هلا باخذها من جنيف او باخذها من فورت نوكس او باخذها من شيكاغو ميتال اكشنج، طيب اخذت ريسك هالبلد، اخذت ريسك هالمؤسسه اللي عطتك سيرتيفيكيت، ما انا بسهوله. في حلول كل شيء له شيء، بس ما في حل مطلق يعني، وقال لكنا شفنا الكرة الأرضية كلها تهافتت، عرفتي؟ طيب هيك آخر سؤال، شايف أنه في أمل اقتصادياً نقوم من هالمصيبة؟ ايه طبعاً طبعاً، ليكي أنا دايماً بقول، وحتى في أوقات العالم يعني تسألت لي بقول هيك، قصتنا منا صعبة اقتصادياً، قصتنا منا صعبة، قصتنا هينة. أولاً كمية المصاري منا كثيرة قدام حجم الاقتصاد العالمي، نحن بين بعضنا مش متفقين، نحن بس نقدر نتفق نقعد سوا، ما تفرق معي على شو، بس نتفق يعني، تعالوا إلى كلمة سواء شو ما كانت هالكلمة، أنا ما بأخذ موقف بقول لا اعملوا هيك أو قرر روحياد أو لا لا، بس نحن نتفق الأمور تتحلحل. مشكلتنا مش كتير كبيرة، نحن عنا 33 مليار دولار باليورو بونز، ما اتس نوت ا بيج ديل يعني، من هالشغله. هلا طبعا اللي عم بيسمع بيقول اوف هذا، لا بس انت بدك تاخذ حجم بلد، حجم وطن طويل عريض عم ينتج، نحن بحاجه لثلاث اشياء، وهيدا هيدي دعوه تفاؤليه بهالحوار الحلو على هالبحر يلي شاف كثير مرق من الاف سنين على هالمدينه الصامده الفظيعه. واحد هيك ما فينا نكفي كسيستم اقتصادي، هالسيستم الريعي هاتي مصاري حتى بلا، نحن بدنا ننتج، بدنا نطلع من الدولار، لازم نحن نشجع ليرة اللبناني بقانون من الدولة مش مني ومنك، نعمل كابيتال كنترول، وثلاثة نحول اقتصادنا لاقتصاد نظيف. شو يعني اقتصاد نظيف؟ يعني ما في هدر، ما في فساد. هلا حكي طوباوي، انا ما عم بقول 100% ما في فساد، اقسموا لي 70% من الفساد، خلوا 30
بس مشرونا يعني بدنا نتفق، بدنا نقعد على طاولة نتفق ايه البلد له قيمة، القيمة سريعة، ما حدا ينطر انه والله بعد 40-50 سنة، لا لا، نحن بسنة بسنتين بتلاقي اذا بنعمل خطة 50 احنا باخر الخطة 50 بيتغير موضوعنا ان شاء الله يا نحن رب. ممكن نقدر نوصل انه يصيروا الفوائد عنا بالفعل 2-2.5%، ساعتها بتقول البلد عم ينتج، لانه اصحاب رؤوس الاموال ما بقى تحط بالبنك بتشغل العالم، بتحطهم بتحطهم بالاقتصاد المضبوط بسموه ريل ايكونومي مش بالبنك. انا وقت بنك بيعطيني 13% انا ليش بدي اروح اعمل انفستمنت واقعد انطر للزلمه يقدر يشتغل ولا لا وشتت الدنيا واستورد وصدر، حاطط بالبنك وقت البنك بالفعل عم بيعطيني 2%، بيقول هيدا نسبه اقتصادك انت تفضل، بصير بدي فتش على الشركات مين بده مصاري، تعال شوف مع مين بتشارك، مين بحط وين بحط، وهيك ببلش البلد تتحرك. شكرا شكرا كثير المستشار المالي الدكتور غسان شما، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم.